فانا النهارده بتكلم مع ريهام سعيد. شفناكي في حلقه مستضيفه ملحده وطردتيها في نص الحلقه. لا، في اخر الحلقه يعني. لا مش قبل نهايه الحلقه. طردتيها قبل نهايه الحلقه. لو انا قلت لك دلوقتي انت قلت الادب هتترديني ولا لا؟ لا طبعا، ده انت على راسي، انت ضفتي تقولي اللي انت عايزاه. لا انا بقى انا ما احبش حد يشتمني. اشتمت. طيب انت كنتي متوقعه ايه يعني؟ برضو كان في جزء كده من الكلام انه طريقه كلام ما عجبتكيش عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن القران الكريم. لما استضفتي ملحده. لا بصي، الحاد يعني انا ما بؤمنش ان في ربنا ومش على الدين، ودول ثلاث ارباع الناس دي بتبقى تعبانه نفسيا، يعني لما بتوديها لسايكايتريست بيطلعوا ان هم عندهم مرض نفسي ما. هي جات لي بالسي في ده ان هي ملحده. هي مش ملحده، هي بتقول ما فيش اسلام، هو في ربنا وفي الكون ده هو اللي خلقه وكل حاجه، ولكن ما فيش اسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ده حد جاي مؤلف القران. ففي فكره انك لما تقعدي قدام واحد مريض، هي تؤمن بالله ولا تؤمن بالاديان؟ لا تؤمن بالاديان حاجه، وانك برضو تقعدي تقولي. في ناس محترمه جدا وتقول لك انا يعني مش بقتنع مثلا، اوكي، بس ما تغلطش في دينك وانت قاعده. تقول لك انت يعني لكم دينكم ولي ديني. انا مش زي ما انت مثلا، لو انت مسيحيه انا ممكن ما اقتنعش بالمسيحيه، بس ما اقولش المسيحيين كذا قدامك فاستفزك. هي قعدت عملت كده. انت مش عارفه ان معظم الناس دي بيبقى ليها كلام مستفز وبيبقى ليها لا لا لا، ممكن يقعد يقنعك بوجهه نظره ان الكون مش عارفه حصل ايه، الطبيعه فتعاملت مع مش عارفه ايه فطلعت ايه، لكن ما بيقولكيش النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف وان القران ده كاتبينه على مش عارفه ايه. كلام يستفز اي حد بصراحه. يعني كويس قوي ان انا طردتها ما ضربتهاش. يعني كان ممكن تضربيها؟ كان ممكن اضربها طبعا. ممكن، لان ده اكبر دليل على فكره على ان انا ببقى ريهام. لان انا في الحياه الطبيعيه انا ما احبش حد يجي عليا.